المحافظة على صحة الأبقار الحلوب عندها قواعد يلزم المربي يعمل بيها باش يحمي قطيعه من الأمراض ويدويها على قاعدة كي يمرض. الأمراض هذه عديدة، فيها الاختيرة وفيها العادية، وتنجم تجي من عليقة مش متوازنة أو من قلة النظافة واللهوة أو من التهاون في التلقيح المبرمجة واللازمة. الاختير أنه البعض من الأمراض هذه معدية، معناها تنجم تتعدى للإنسان، أما النجم نحمي وقاطعنا منها إذا طبق المربي قواعد الصحة وتبع البرنامج الوطني لمقاومة الأمراض المعدية اللي تشرف عليه وزارة الفلاحة واخذت بقراته التلقيح في وقتها. ونذكركم بأن التلقيح هذه لازمة ومجانية، وإذا ما عملهاش المربي البقراته راهو وقتها يعرضها للخطر. المهم زيدا أن المربي إذا شاف علامات مرض عند بقراته ما يعطيهش أدوية من راسه، ويتصل في وقتها بالطبيب البيطري الموجود في منطقته واللي يعرف كيفاش يداوي. سلام دكتور. عسلامة، مرحبا بك. الحمد لله، عايشك. تفضل، منين جيتنا؟ جيتك من معتمدية سجنان ولاية بنزرت. مرحبا. اي عندي بقرة وعجل، عندهم جارية نجوف. بالنسبة للبقرة، بالنسبة للبقرة ولا جارية نجوف بالدم؟ جارية نجوف كل 3 ايام كيما ثلاثة ايام بدا جارية نجوف عادي وتطور، قصت على الماكلة، بدات تنقص، نقصت في الحليب جملة، يعني عبارة على غارزة تو ما تحلبش. عبارة على غارزة، قصت جملة. وانت الكوري معناها وين حاطط البقرات بتاعك؟ تتلهي بيه، تنظف ديما يوميا باستمرار. اي فهمتك. باهي، هاتوا نشوفوهم ان شاء الله ونقلوا. دونك هذه البقرة اللي شفناها قبيلة مع بعضنا، بعد الفحص الدقيق والشامل للبقرة هذه اللي هي البقرة حلوب، تبين انه عندها جري نجوف، يعني عندها تعفن في البصرانة نتاعها اللي السبب نتاعو فيروس على اغلب الحال. طلبنا تحاليل، التحاليل هذه ظهرت سلبية، بالنسبة خاطر شكينا من الاول في طفيلي ينجم يعطي جري نجوف اللي فيه دم، سايب دم في الوسخ نتاعها. دونك اخذت بالنسبه للحاله هذه اخذت مضاد حيوي لتفادي التعفنات الجرثوميه اللي تنجم تصير، مع مقويات فيتامينات، وتمثلت للشفاء، تحسنت الحاله بالكدا بالكدا في ظرف نهارين 3 ايام. وننصح ديما الفلاح انه اول ما تظهر العلامات على الحيوان نتاعو ما يبطاش به، يكلم الطبيب البيطري اللي يرافق الحاله نتاعو، الحالات نتاعو في المنطقه نتاعو، ولا ينجم يجيبها للمدرسه الوطنيه للطب البيطري باش ناخذوها احنا اون شارج. وبيان ايفيدامون ما يستعملش الدواء من راسه بطريقه رعوانيه، بطريقه غير مدروسه، نجم تضر الحيوان. وما ننساوش انه الابقار سورتو الابقار العجول، انه كي نستعملوا مضادات حيويه مش عن طريق الطبيب البيطري في انه يعطيها، نجموا بعد اللحم هذاك اذا كان ياكلوه الناس، نجموا بعد حتى العبيد لا قدر الله تعمل مناعه ضد المضادات الحيويه هذيك، خاطر ما ننساوش انه فما مضادات باش تتنحى من اللحم ومن الحليب يلزمها وقت، والعبد كي ياكلها ينجم دونك تبقى في اللحم وفي الحليب. بالنسبه للابقار الحلوب تصيبها عديد من الامراض في الجهاز التنفسي، في الجهاز الهضمي، والا امراض الذراع. الامراض هذه تنجم تكون متاتيه يا اما من العليقه، من الماكله نتاع الابقار، من المحيط اللي تتربى فيه الابقار، والا جايه امراض جرثوميه. باش نتفاداو الامراض هذه، الماكله نتاع الابقار يلزمها تكون متوفره بكميات مناسبه لكل مرحله فيزيولوجيه تمر بها الابقار الحلوب. كيف كيف الكميات نتاع كميه الماء يلزمها تكون بنوعيه جيده وكميه متوفره بطريقه غير محدده. نمروا لمراكز ايواء الحيوان اللي هي الاسطبلات، لازم تكون مطابقه لما جاءت به في كراس الشروط، يعني لازم تكون اسطبلات ذات جدران ملسى باش نجموا نظفوها ونعقموها بصفه دوريه وتكون سهله بالنسبه للفلاح. للتوقي من الامراض اللي تصيب الابقار لازم الفلاح يحافظ على تهوئه الاسطبلات بصفه دوريه، كيف كيف التنظيف والتعقيم وتجهير الحيوط، ونتفادوا تراكم المياه قرب الاسطبلات، خاطر هذيك من شانها تجعل الناموس يتكاثر، وذاك يكون زاد سبب في
إصابة الحيوانات بالأمراض الجرثومية. نحافظوا زادة على وجود دفتر للقطيع نقيدوا فيه كل نشاط الفلاح اليومي من ولادات من تلقيح من مداوات، هذاك بما فيه أنه يسهل مراقبة الحيوانات. في حالة وجود حيوان مصاب في وسط القطيع نتاعنا يلزمنا نبعدوه عن جملة القطيع في مكان منعزل باش نتفاداو العدوى للحيوانات، كيف كيف نتفاداو زاد العدوى اللي نجم ننقلوها للإنسان. بعض الأمراض اللي تصيب الأبقار ذات عدوى للإنسان يلزمنا نتقيدوا بالإجراءات اللي ينصحنا بها الطبيب البيطري باش نتفاداو العدوى ونتفاداو إصابة الإنسان. أنا كطبيبة بيطرية ننصح الفلاحة باش يطبقوا ويلتزموا برزنامة التلقيح الوطنية بما فيها ضد تلقيح ضد الحمى القلاعية وتلقيح ضد الإجهاض المعدي. التلقيح هذه يصير بصفة دورية بصفة سنة يعني كل سنة، وهو تلقيح مجاني، والأطباء البياطرة موجودين على كامل تراب الجمهورية يضمنوا لكم حسن سير التلقيح هذا. حاجة ثانية ننصح الفلاحة باش ينخرطوا في البرنامج الوطني لمقاومة الأمراض المعدية كما الإجهاض المعدي وكما مرض السل، لأن الأمراض هذه راهي معدية للإنسان وتتسبب في خسائر مادية كبيرة. مادام جيت بحذينا فرصة باش نسألك، على عندك شي فكرة على البرنامج الوطني للتوقي والوقاية من الأمراض المعدية عند الأبقار والأغنام بصفة عامة؟ هي عندنا فكرة عند الماشية. هي عندنا فكرة ويجوا يلقحونا. أنا نشجع الفلاحة والمربين باش ينخرطوا في برنامج الوقاية من الأمراض المعدية حسب البرنامج اللي هبطت وزارة الفلاحة.